السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته متابعين قناة دروس رياضيات ماس أونلاين. استكمالا للكورس تأسيس رياضيات من الصفر اللي احنا بدأناه، هنستكمل النهاردة حصة جميلة جدا جدا وبسيطة جدا 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 وسهلة جدا جدا. ويلا بينا يلا بينا ان شاء الله النهاردة هنتعلم ايه؟ هنتعلم ازاي نقارن بين الكسور، يعني لو جاب لي كسر وكسر عايز اعرف مين ده اكبر ولا ده اكبر. تاني حاجة ازاي نجمع عدد صحيح زائد كسر، او نطرح عدد صحيح ناقص كسر او العكس. تالت حاجة هنتعلم ازاي نضرب اي عدد صحيح في كسر، او نقسم اي عدد صحيح على كسر بطريقة سهلة جدا جدا. ويلا بينا نبدأ بالجزء الاول. الجزء الاول ازاي نقدر نقارن بين الكسور ونعرف من الكبير والصغير، 5 على 7 اكبر ولا 3 على 4. بكل بساطة هتعمل مقص. هتعمل ايه؟ هتعمل مقص. يبقى نعمل مقص. بعد كده تعمل ايه؟ هتضرب 4 في 5 ب 20، تكتبها فوق دي، 7 في 3 ب 21. مين اكبر، 20 ولا 21؟ ال 21. يبقى في الحاله دي 3 على 4 هي الاكبر. تمام تمام. اتاكد في المساله اللي بعدها، اضرب مقص اهو، ده في ده وده في ده، اطلع لفوق، 7 في 4 ب 8 وايه؟ 28. 5 في 3 ب 15. ايهما اكبر، ال 28 ولا ال 15؟ يبقى ال 28. في الحاله دي 4 على 5 اكبر من 3 على 7. تعال نضرب اللي بعده ونعمل مقص بكل بساطة، 2 في 10 طبعا ب 20، 5 في 4 ب 20. ايه ده يا استاذ، ده هما الاثنين متساويين. يبقى في الحالة دي 2 على 5 هي 4 على 10. يبقى في الحالة دي نكتب يساوي. تمام، وده الجزء الاول، خلص ازاي نقارن بين الكسور. يلا على الجزء الثاني، ازاي نقدر نجمع عدد صحيح زائد كسر. بص يا سيدي، اي عدد في الدنيا مقام واحد، يبقى لما تيجي تجمع عدد صحيح مع كسر ادي كل واحد حقه. الست دي مقامها واحد اهي، بس كده. بعد كده اعمل ايه؟ بكل بساطة هتاخد شرطة كسر، تمام، هتضرب اللي تحت في اللي تحت، 1 في 3 ب 3. في اي مشاكل؟ يبقى 1 في 3 ب 3 كده انت جبت اللي تحت، 3 اللي تحت في اللي تحت يديك اللي تحت، 1 في 3 ب 3. اضرب مقص، 6 في 3 ب 18، وكاتب هنا 18، هنا زائد، روح كاتب زائد، 5 في 1 ب 5. 18 زائد 5 كام؟ اللي تحت ما بيتغيرش، 3. 18 زائد 5 كام؟ الناتج 23. تمام، يبقى بكل بساطة 6 زائد 5 على 3 بيساوي 23 على 3. مش فاهم؟ تعرف اللي بعده، هنا ناقص. بكل بساطة الأستاذ قال لي خد شرطة كسر، ده مقام واحد ادي كل واحد حقه، كل واحد ياخد حقه. اي عدد في الدنيا مقام واحد، اي عدد مقامه واحد. هنا بعد كده نعمل ايه؟ اضرب اللي تحت في اللي تحت اديك اللي تحت، 1 في 4 ب 4. تمام، اضرب مقص، 5 في 4 اهو، اضرب مقص، 5 في 4 ب 20. انت تبدا ناحيه اليمين عشان انت شغال من ناحيه اليمين، 5 في 4 ب 20، هنا ناقص، يبقى ناقص 3 في 1 ب 3. 20 ناقص 3 الناتج 17 على اخيرا 4. تمام تمام. في حاجه صعبه؟ سهله جدا. اخر مساله معانا، هنا بيقول لي 7، 3 على 4 ناقص 7 كسر ناقص 7. ما عنديش اي مشكله ولا يهمك، حط السبعه دي مقامها واحد. تمام، خد شرطه كسر، اضرب اللي تحت في بعض، 4 في 1 ب 4، ركز يا سيدي. بعد كده اضرب مقص، 3 في 1 ب 3، هنا ناقص احط ناقص، 4 في 7 ب 28. تمام تمام، يلا بيساوي. دلوقتي يا استاذ ثانيه واحده، 3 ناقص 28 ينفع؟ الناس اللي حاضره الكورس من الاول، احنا خدنا قواعد الاشارات وازاي تطرح، عادي مفيش مشكله بقواعد الاشارات. هنا الاشارتين، واحده موجب واحده سالب، اشاره الكبير سالب يبقى السالب هو اللي يسيطر. طب في حالة اختلف الاشارات دي موجب ودي سالب، اطرح 28 ناقص 3 الناتج 25، يبقى سالب 25 عليه على 4. بكل بساطة الناس تراجع الكورس من الاول لو اول مرة تشتغل معايا. تمام تمام، ناخد الجزء الثالث، هو ازاي تضرب اي عدد صحيح في كسر. تمام، اتفقنا معاك كل واحد ياخد حقه، كل واحد ياخد ايه؟ حقه. يبقى ده مقام واحد في الضرب، فوق في فوق وتحت في تحت، 2 في 3 ب 6، 1 في 5 ب 5. خلصنا يا سيدي، كل سنه وانت طيب. تعال اللي بعده، يبقى تضرب اللي فوق في اللي فوق واللي تحت في تحت في ضرب الكسور. هنا برضو ده اي عدد مقامه واحد، ايه حطيناه لو كل واحد خد حقه وده خد الواحد بتاعه. في القسمه بتضرب مقص، 2 في 3 ب 6 اكتبها فوق، وهنا 5 في 1 ب 5 اكتبها تحت. يبقى بتضرب مقص، 2 في 3 ب 6 اكتبها فوق، 5 في 1 ب 5 اكتبها تحت. تعال نكمل في المثال ده، ادي كل واحد حقه، ده ياخد الواحد بتاعه. بعد كده اعمل شرطة كسر، اضرب مقص، 8 في 1 ب 8، 6 في 4 الناتج 24. طبعا دي ليها اختصار وان شاء الله هناخد حصة للاختصار، ممكن تختصر. طبعا سيبكم الاختصار دلوقتي، بس كفاية احنا ايه عرفنا الطريقة. طب يا استاذ ثانية واحدة، دي سالب يا استاذ، دي سالب، ده هنا في سالب، يبقى خلاص سالب 8، اللي سالب 8 في 1 بسالب 8، 6 في 4 ب 24. وكده خلصنا الحصة بتاعتنا، حصة سهلة وبسيطة جدا 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 وما فيهاش أي مشاكل. دي طبعا بننشط نفسنا وإن شاء الله بإذن الله هنتعمق واحدة واحدة في الرياضيات. لو ماشي الكورس معايا بالترتيب، أنا قلنا كورس تأسيس الرياضيات من الصفر.